النهاردة إن شاء الله هكون معاكم عشان أقول لكم بعض المعلومات عن حديقة الشلالات في اسكندرية. حديقة الشلالات سميت بهذا الاسم عشان الشلالات الكتيرة اللي موجودة فيها واللي بيصل ارتفاع بعضها لحوالي 9 متر. حديقة الشلالات اللي صممها هو المهندس الأمريكي فريدريك لول أولمستيد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1899، وده بعد ما تم تجفيف أو تغيير اتجاه ترعة المحمودية. بدأ إنشاء الحديقة عن طريق إن هم قسموا الحديقة لجزئين، جزء بحري وجزء جنوبي. وبنلاحظ في الحديقة وجود كتير من أهم المعالم الموجودة في اسكندرية، زي ما بنلاحظ وجود جزء من البوابة الشرقية أو سور اسكندرية الشرقي واللي كانت بتسمى زمان بوابة رشيد. وبنلاحظ في الحديقة الجنوبية موجود برضو جزء من سور اسكندرية أو بوابة اسكندرية الغربية. كمان بنلاحظ في الحديقة موجود ما يسمى طابية النحاسين، وطابية النحاسين تم إنشائها في عهد محمد علي سنة 1840، وانتهى بنائها سنة 1848، وتم ترميمها في عهد الخديوي عباس حلمي الأول. من ضمن معالم الحديقة وإنها بتحتوي على أشجار كتيرة نادرة، يعني بنلاحظ في شجرة نادرة بتسمى دقن العجوز على ما أعتقد، أو في بعض الناس بيسموها شجرة طرزان. وكمان في أشجار نادرة كتير موجودة في الحديقة. الحديقة بتحتوي على حاجات كتيرة أو أماكن كتيرة. يعني في الوقت الحالي مساحة الحديقة حوالي 8 فدان، تم تقسيمها لخمس أجزاء على اسم أهم الأدباء والمفكرين والفنانين في اسكندرية، زي سيد درويش وبيرام التونسي وسيف وانلي وغيره. كمان الحديقة في الوقت الحالي بتحتوي على أماكن كتيرة، زي هنلاحظ وجود كيدز إيريا في المنطقة، وهنلاحظ وجود لوكيشن تصوير متاح التصوير فيه للجمهور بأسعار رمزية. برضو لازم نشير إن الحديقة الدخول إليها مجاني بصورة كبيرة، يعني متاح لأي حد من الجمهور إن هو يزور الحديقة. كمان مكان الحديقة متاح مناسب للجميع، لأن هي بتقع في وسط اسكندرية في منطقة باب شرق، والمكان دوت زمان كان بيسمى حي اللاتين، وهو أحد أرقى الأماكن في اسكندرية.